بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين. أما بعد فنحن في هذه الذكرى المباركة ديال عيد العرش المجيد، هذه الذكرى اللي كنحتفلوا بها احنا بصفتنا كمغاربة التي احتفل بها جميع المغاربة سواء في أرض الوطن أو خارج أرض الوطن، مما تشكل هذه الذكرى من فخر واعتزاز لوطنية هذا الوطن والذي يدلي فيه كل سنة، كما عرف عندنا كل سنة يدلي صاحب جلالة الملك محمد السادس بخطابه الصريح والذي يناقش فيه أهم الإشكالات التي تواجهها الدولة المغربية. وقال في بداية الخطاب صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله: إن عيد العرش الذي نخلد اليوم بكل اعتزاز ذكراه 22 يمثل أكثر من مناسبة للاحتفال بذكرى جلوسنا على العرش، فهو يجسد الروابط البيعة المقدسة والتلاحم القوي الذي يجمع على الدوام ملوك والسلاطين المغرب بأبناء شعبهم في كل الظروف والأحوال. كما نعلم أن صاحب جلالة الملك محمد السادس فهو من أقدم، يعود من أقدم الأسرة ديالو الحاكمة، من أقدم الأسر الحاكمة التي حكمت المغرب أزيد من 12 قرن، وهذه الأسرة الشريفة للنسل ديالها فهو نسل شريف، ومرنا حكموا الأجداد ديالو والوالدين ديالو من سيد محمد بن يوسف عظم الله تراه والمغفور له إن شاء الله، حسن الثاني اللهم جدد عليه الرحمات، الذين أدوا بالغالي والنفيس وضحوا في سبيل هذا الوطن إلى يومنا هذا، إلى صاحب جلالة الملك محمد السادس أطال في عمره وأيده بالنصر والتوفيق إن شاء الله. فنحن كما أشار صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بهذه المناسبة في هذه الأزمة التي مر بها المغرب ومر بها جميع سكان العالم، وهي أزمة كوفيد 19 أي كورونا. والحمد لله المغرب بالقوة ديالو، بالترابط ديالو، بالحب ديالو الوطن، بحب ديالو الملكية، بحب ديالو وقفنا جنود مجندة في عز كورونا، ووقفنا كوقفة رجل واحد، سواء المجتمع المدني، سواء رجال الأمن، سواء رجال القوى المساعدة، سواء رجال الوقاية المدنية، سواء الدرك الملكي، سواء الكل وقف وقفة رجل واحد. وقال صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه: نود في بلدنا أن نجدد العبارات الشكر لكل الفاعلين في القطاع الصحة العام والخاص والعسكري وللقوات الأمنية والسلطات العمومية على ما أنبوا عنهم من تفاعل أرواح المسؤولية في مواجهة وباء كوفيد 19. إنها مرحلة صعبة علينا جميعا وعلي شخصيا وعلى أسرتي كباقي المواطنين، لأنني عندما أرى المغاربة يعانون أحس بنفس الألم وأتقاسم معهم بنفس الشعور مما أثر في جميع المغاربة. وهذا ما ليس شك فيه أن صاحب جلالة الملك الصادق عندما تشوف فيه الحنان ديال ذلك الصدق، نشوف صاحب جلالة الملك يقول لنا أنه يتقاسم معنا نفس الشعور دياله، وهذا ليس فيه أي شك، لأننا رأينا شنو وقع في كوفيد وشنا الأوامر الصارمة ديال صاحب جلالة الملك كيفاش طبقها، وشنا كيفاش تفاعلوا معها سواء المجتمع المدني، سواء رجال الأمن، سواء المجندون في قطاع الصحة الخاص والعام وبكافة أشكاله، وكيفاش تفاعلوا المغاربة مع كوفيد، وكيفاش دوزوا هذه الأزمة بينما بعد البلدان اللي كانت ربما من الدول المتقدمة، وشفنا أنها ولات واحد الأزمة، والمغرب الحمد لله أثبت بجدارة أنه قادر يفوت شي أزمة، سواء الأزمة ديال كوفيد ولا أزمة أخرى أو أزمات تالية، أنه برهن أن المغرب يتجسد في حب الوطن ديالو، في حب الملك ديالو، في حب الوحدة ديالو. سي عصام، الخطاب الملكي السامي قوي، يأتي في سياق مطبوع بتداعيات جائحة كوفيد 19، قرارات استراتيجية وتدبير استثنائي. ما أبرز الرسائل التي ينطوي عليها الخطاب الملكي السامي فيما يخص تدبير جائحة كورونا؟ الخطاب السامي لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله فهو كان خطاب صريحا وشفافا وواضح وضوح الشمس،
لأنه كان ينطوي على ما مر به المغرب من أزمة، كما قلت مسبقا أنه المغرب مر من أزمة وهي أزمة كوفيد كما مر منها العالم، ولكن المغرب مر تفاعل مع الأزمة، ورأينا في هذه السنة الفائتة أن المغرب تجند بأكمله، سواء الشعب، سواء رجال الأمن، سواء الممرضين، سواء الأطباء. شوف في الاول كيفاش كان حظر التجوال، في الاول كيفاش تفاعلوا الناس، حبسوا على العمل ديالهم، كيفاش تأسس الصندوق ديال اللي عطاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله انه تأسس، كيفاش بادروا اصحاب الاموال، وكيفاش بادر على رأسهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من ماله الخاص، وايضا كيف بادر المسؤولين المغاربة وبعض اصحاب النفوذ واصحاب الشركات ايضا ساهموا في هذا الصندوق باوامر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وكيف شفنا هذا الصندوق انه خلق واحد الرواج، خلق واحد الانتعاش، بعدما العالم كله تجمد جينا نشوفوا المغرب كان في واحد الرواج، كان الناس، كان دعم مباشر بالمال، كان دعم مباشر من طرف السلطات، والحمد لله كان الاقبال، كان هذا الشيء شفناه بعينينا ان المغرب وقف وقفه رجل واحد في ضد كوفيد والازمه، واشار صاحب جلاله الملك محمد السادس ان الازمه لا زالت مستمره وان كوفيد راه باقي مستمر في البلاد، واوصانا بالحيطه والحذر، واننا نكملوا هذاك الشيء اللي بدينا الحمد لله. كما تشوف غير اليوم ازيد من 7000 اصابه، وحذر صاحب جلاله الملك محمد السادس بان نكتشف نزيدوا من التكاتف ديالنا ونزيدوا من المجهودات ديالنا باش نقضيو على هذا الوباء، باش نحبسوا هذا الوباء، باش نحدوا من انتشار هذا الوباء، لانه كيشكل واحد الخطر كبير على البلاد ديالنا وعلى الاقتصاد ديال البلاد ديالنا وعلى الارواح ديال هذا الشعب العزيز. ونرى هنا اشاده ملكيه بالمجهودات الاطر الصحيه والامنيه لمواجهه جائحه كورونا. المناشده فهي في محلها، لان صاحب الملك محمد السادس نصره الله دائما ياتي عن طريق المناشده، والمناشده ادت الى منفعه، لاننا شفنا التباعد ديال رجال الامن ورجال قطاع الصحه مباشرة بعد مناشدة الملك، أو مباشرة من بعد خطاب الملك، وقفوا جنود مجندين وتصدوا لهذا الفيروس بأزيد بقواهم كاملة 100%، وتجندوا سواء رجال الأمن فاش داروا البراجات باش يحدوا من التجوال، سواء في رجال الأمن فاش وقفوا، سواء في رجال الوقاية المدنية باش هزوا الحالات المصابة بهذا المرض، سواء في رجال القوى المساعدة اللي نظموا وقفوا، سواء في رجال الدرك الملكي الأمن الوطني، سواء في رجال الحرس. كنشوفوا أن المغرب كتف وأدى واستجب لهذه المناشدة التي ناشد بها أمير المؤمنين صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وكذلك الملك بعث عدة رسائل لربح الرهان، التحديات التي يواجهها المغرب في هذا المجال. يعني كيف تعكس الرؤية الملكية السامية هنا الحس الاستباقي من طرف جلالة الملك في تدبير جائحة كورونا؟ المغرب مر في هاته السنتين من عدة أزمات، ليس كورونا فقط، فكانت عدة أزمات. أصلا كورونا تسببت في أزمات أخرى، كورونا تسببت ليس في أزمة صحية فحسب، وإنما تسببت في أزمة اقتصادية، في أزمة بيئية، في أزمة. ورغم أن المغرب يمر بأزمات سياسية، والمغرب تحدى كل هذا الرهان وكل هذا الصعاب، وحسن من المستوى الاقتصادي للبلد، وأثبت ما لم يستطع أن تثبته دولة أخرى متقدمة من المغرب. كما نرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس خصص حيزا هاما للعلاقات المغربية والجزائرية، ودعوة ملكية إلى تغليب منطق الحكامة والمصالح العليا. إلى أي حد يشكل ذلك الالتزام الناج المغربي يد الممدودة اتجاه الجزائر؟ سياسة المغرب وسياسة ملك المغرب أمير المؤمنين نصره الله، السياسة الحكيمة التي دائما تمد يد السلام، فهو رجل السلام. نرى أن صاحب جلالة الملك محمد السادس دائما خطابات ديالو فهي كتكلم على السلام، مع عمر الخطابات ديالو خالية من جميع أنواع التحريض أو غيرها، فهي خطابات سلمية، ودائما المغرب مد يد السلام، ودائما كان الخطاب ديال المغرب أو ملك المغرب يمد بيد السلام، لا سواء للجزائر أو غيرها. كما نرى أن المغرب دائما لديه موقف حيادي في جميع القضايا العربية أو الأوروبية أو قضايا العالم بأكملها.
وأن صاحب الجلالة الملك كان خطابه صريحا مما يشكله مما يشاهد المغرب من توتر العلاقات بين الجزائر والمغرب، والمغرب يعمل على أن كما عبر صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله يعمل على أن يلم الشمل ويعمل على أن تزداد هذه الأشقة بيننا وبين الجزائريين، هذه الأخوة وهذا الترابط وهذا التبادل في الثقافة وفي الحضارة وهذا القرب الجغرافي اللي بيننا وبين الجزائر. المغرب يريد أن تصبح دولة واحدة وليس دولتين، أن يصبح تبادل تجاري، تبادل ثقافي، تبادل معرفي، تبادل الآن موجود هذا التبادل. ولكن المغرب عندما نرى صاحب جلالة الملك محمد السادس يدعو إلى فتح الحدود المغربية الجزائرية، فهو أيضا يدعو إلى السلام، يدعو إلى ربط العلاقة بين الشعوب، يدعو إلى 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 لم شمل 90 مليون نسمة. عندما يرتبط المغرب والجزائر فهي طاقة صناعية قوية، طاقة نتكلم عن 90 مليون، طاقة استهلاكية قوية، طاقة الجزائر تتوفر على أشياء لا يتوفر عليها المغرب، والمغرب يتوفر على خبرة وعلى أشياء لا تتوفر على الجزائر. فعلى بالتأكيد إذا توحد الشعب المغربي والشعب الجزائري ستكون قوة مذهلة، وسيكون تكامل بين الشعوب المغربية المغاربية، بين الشعب المغربي والشعب الجزائري. وهذا ما حث عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بخطابه الحكيم. ولكن السؤال المطروح وهو ماذا ننتظر من الجزائر بعدما مد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يد السلام مرارا وتكرارا؟ ما هي ردة الرؤساء وما هي ردة الجزائر عندما يمد لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تبادل الثقافات وتبادل الصناعة وتبادل التجارة والعمل المشترك من أجل شعب واحد وليس بشعبين؟ عندما نرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس يصف لنا في الخطاب أن الشعب المغربي والشعب الجزائري كجسد واحد، فهو لا نقول أن صاحب الجلالة لا يميز لا بين الشعب الجزائري ولا بين الشعب المغربي. فهناك عائلات في الحدود المغربية كما نعلم في وجدة، في عدة مناطق في الحدود مفترقة، النصف الجزائر والنصف المغرب. وصاحب الجلالة الملك محمد السادس تطلع إلى هذه المسائل، تطلع وقال إن الوطن غفور رحيم. وبموضوع آخر، بمنظور آخر يقول فلنبدأ صفحة جديدة وصفحة بيضاء ونتطلع إلى مستقبل أفضل. كما نرى ما جاء في الخطاب، جلالة الملك محمد السادس أكد على أنه ليس هناك أي منطق معقول يفسر الإغلاق الحدود بين المغرب والجزائر، وأن البلدان يواجهان تحديات مشتركة. كيف يمكن استثمار الرصيد المشترك لبناء التكامل والاندماج وتطوير العلاقات بين البلدين؟ عندما نرى صاحب جلالة الملك محمد السادس يشير إلى أن المغرب والجزائر متكاملان وليس هناك أي تدخل أو أي علاقة بغلق الحدود، فهذا صريح. فغلق الحدود المغربية الجزائرية كما نعلم ليس أسبابها أشياء معاصرة، وإنما أسبابها صفحات سوداء قديمة، لذلك أكل الدهر عليها وشرب، والناس الذين كانوا في أو الأشخاص الذين تسببوا في 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 غلق الحدود، فربما هناك من مات، وهناك من فقد منصبه، وهناك من إلى آخره. لذلك دعا صاحب جلالة الملك محمد السادس أنه ليس هناك أي مبرر الآن إلى أن تستمر غلق الحدود، ويحمل المسؤولية نفسه أولا، ويحمل الطرف الجزائري مسؤولية غلق الحدود والاستمرار في غلق الحدود. ودعا على أن المغرب بلدا مسالما، وأن المشاكل التي يمر بها المغرب فنفسها يمر منها الجزائر، من هجرة سرية، فالمغرب يعاني من الهجرة السرية والجزائر تعاني من الهجرة السرية. المغرب يعاني من مشاكل التهريب والمخدرات، والحمد لله نرى جهود المغرب في محاربة المتاجرين بالمخدرات وفي ضبط، والحمد لله نرى نتائج. وكذلك الجزائر تعاني بنفس المشكل. المغرب
عدة مشاكل مشتركة بين المغرب والجزائر، الحل الوحيد لهذه المشاكل وهو أن يكون العمل مشترك بين المغرب وبين الجزائر ليكون غدا أفضل، غدا من أجل من أجل التوحد، غدا من أجل الروابط، لأننا تجمعنا الجغرافية، يجمعنا روابط الإسلام، تجمعنا روابط التاريخ، تجمعنا روابط الأخوة، تجمعنا روابط عدة روابط مع الشعب الجزائري الشقيق، مما أدى إلى أن خطب صاحب جلالة الملك محمد السادس خطابه الصريح الذي وجهه إلى أشقائنا في الجزائر، وهو يمد لهم يد السلام ويقول لهم أن الشعب المغربي والشعب الجزائري يعيشان نفس الظروف ويعيشان في نفس البلد، فلماذا يظل ومن السبب على 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 غلق هذه الحدود؟ فالآن المغرب أصبح صريحا ويتحمل مسؤولية ما يقوله، أصبح صريحا أنه ليس لديه أي علاقة ما يقع الآن بغلق الحدود، ويرمي كل مسؤولية إلى الجزائر، وننتظر نحن كمغاربة بأن يكون خطوات حكيمة من الطرف الجزائري من أجل فك هذا المشكل الذي سيفك مشكل كبير، لا سواء للطرف المغربي ولا سواء للطرف الجزائري. شكرا لك سي عصام على الحوار معك، كان شيق. بغيناك توجه رسالة المغاربة باش يوضعوا واحد التدابير احترازية بالنسبة لهذا الارتفاع الأكبر لجائحة كورونا. الإخوة المغاربة، كنوجه لكم هذا النداء سواء رجالا وشيوخا ونساء، ولقد نشدكم صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، هذا الملك العزيز علينا، قبل ساعات قليلة، وهو يقول لكم يجب عليكم التشديد والاحتراز مخافة عليكم، مخافة على الشعب المغربي، مخافة على أبناء، لأن المغاربة كأننا عائلة واحدة، كأننا أسرة واحدة، كأننا إخوة في بيت واحد، لأن المغرب بيت واحد أينما معروف بالكرم بالجود بالخير كلنا والحمد لله. مخافة عليكم وجه صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله هذا الخطاب المرجو بتشديد الاحترازات من أجل عدم تفشي فيروس كورونا، ووضع الكمامة، ووضع التباعد، ووضع والاستماع والتنفيذ الأوامر التي تقولها السلطات من أجل الحد من هذا الوباء، من أجل وطن، من أجل هذا الوطن الغالي، من أجل الاقتصاد ديال هذا الوطن، من أجل الأسرة ديالنا، من أجل الوالدين ديالنا، من أجل الناس الكبار اللي في البيوت ديالنا، ما نديروا نمتثلوا لأوامر السلطات من أجل الحد من هذا الوباء. شكرا لك أستاذ. ونقطة أخرى، نوجه جميع الشكر لرجال الأمن الوطني الذين جندوا جنودا مجندة في هذا الوقت ديال الكوفيد، ولرجال القوات المساعدة، ولرجال الوقاية المدنية، ولرجال الدرك الملكي، ولرجال الحرس، وللممرضين والممرضات والأطباء سواء في القطاعين الخاص والعام، ولجميع المغاربة الذين تهم تفاعلوا، تهم داروا التباعد ديالهم، تهم وقفوا، كان الحمد لله كنشوفوا هذا الشيء، وكنحيوا الجميع، والله يدوم علينا هذا النعمة ديال الأمن والأمان في هذا البلد، وكنطلبوا من الله عز وجل أنه يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وإن شاء الله غتفوت هذه الأزمة وغتبقى مجرد ذكرى، والله يرحم جميع الشهداء اللي ماتوا بهذا الفيروس، والله يرحم الناس اللي ضحاوا، والله يرحم الناس اللي جاهم هذا الفيروس من أجلنا، لأن الكثير كنعرفوهم من رجال الأمن، كانوا حنا كنا مسدودين علينا كمجتمع مدني، وما كانوا كيدوروا على الناس وخذوا باش يوعيوا الناس، وجاهم الفيروس وماتوا، الله يرحم الجميع، والله يرحم جميع موتى المسلمين، ونتطلع إن شاء الله غد أفضل للمغرب، بلدا ديمقراطيا، بلدا يتمتع بالحقوق، بلدا فيه المساواة، بلدا إسلاميا، بلدا يقوده صاحب جلالة الملك محمد السادس بشعارنا العزيز الله الوطن الملك، والسلام عليكم. شكرا لك أستاذ عصام شرويط على هذا الحوار، هذا كنت معنا على المباشر لي، وأشكر أيضا الجريدة الإلكترونية منبر 24 منبر 24، وأشكر أيضا جميع المراسلين وجميع الجرائد الإعلامية الحرة
والنزيهة والتي تعمل بكرامة وتوصل الأصوات إلى المواطنين. وليلة سعيدة والسلام عليكم. شكرا لك.